الصورة هي تستخدم ل اللي احنا نعرفه المكان يستخدم فيها الهلال هلال الشوال، وبرضه يستخدم ايضا لدخول الأوسمة في عدة من المواسم. هذا اللي احنا طنطورة هذه ساعة تقليدية يستخدموها كل سنة أهالي البلدة، طبعا هو صار فيه تطور لكن أهل البلدة العلا لا زالوا متمسكين في الشيء هذا، وهذا شيء جميل إنهم هم لا زالوا متمسكين في حاجاتهم في عاداتهم في الشغلات اللي هم موجودة عندهم، إرث قديم موجودة عندهم ولا زالوا متمسكين فيها. طبعا هذه طنطورة ظلة وحجرتين، هم هذا الوقت هم يحددوا وقت دخول المربعينية أو الشتاء، ويحددوا وقت الزراعة فيها، ويحددوا الفصول الأربع، ويحددوا إنه هذه السنة مثلا. أنا يوم طنطورة كنت واقف مع شخص قال لي اليوم الجو دافي، معناته إنه راح يجي شتاء مرة شتاء، يعني نوعا ما برد زيادة. إذا كان الجو وقت طنطورة بارد فمعناته إنه تقريبا أول 12 يوم راح يكون برد، بعدين بالغالب دفى. فهذه السنة إنه راح يكون إن شاء الله في برد يعني، بس بردهم جميل يعني.